إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي بانكم بهدينينا سبحانه وتعالى قود أهان نعموين كفرها بضنا إلهي نقول نعميي قارهان مركرة إن إلهي سكوكا يسوع إليي فصح يرو قابا كبعدي عاوة قلب أحد في دنمو السنينات تاريخ دون أي تهي لحيا لباتنكي بشا جماد الأولى أو بشا شناد هجرية سنة كون أفر بغل أفر تري اللبو إيو كو طبنكي بشي كواد لباكون لباتني يكو أيانو إن شاء الله تعالى وحانو باللام بيه جزء صدحاد كتابك التجريد لأحاديث الجامع المسند الصحيح، يعني صحيح البخاري بين قوسين. وحاكب الله بندونا إن شاء الله تعالى أبواب العمرة مركان حجك كسو هذا النوع حجك نور رمادي عمرة ذي أيوك حجيي. ولأجل ذلك يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح قال أبواب العمرة. عمرة وحيك كوابنتهي مسائل بلن مسألة كستاء من مسائل العمرة وحويا وباب أسميي مركا بابك أقوه الرأي يكبل لابي وحويا باب وجوب العمرة وفضلها لبا مسألو كاني بدي وحويا عمرة ظهرت حقوق كيدو محوية هي مواجبة مسواجب ماها حجك وانقرني نايو وواجب وقرآن باكو سواروري ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ربي تبارك وتعالى دتك وحكولي هي فرض واجب حج بيت الله الحرام حج بيت الله الحرام نبينا وحكسوا ناتين ودتك كويري ربي تبارك وتعالى وحيد كفر رضي لي حجب إذ كفر رضي لي حجية مركا إنه فرض يهي نصوص الشرع كان أمر باكسو أروري أمر كنا وحوفا إذي واجب نمو إيا النبي صلى الله عليه وسلم والشيقي إنه واجب يهي عجكو عمره ما سيدا سوك ليتا يدن مواجبا مسوي كدو وانتهي مسألة ذاس مركا مركا وحوكا عبري وجوب العمرة وفضلها وواجب مقل إمام البخاري رحمه الله تعالى شك إيا سؤال واجب ميا مسمعها مقل وواجب بوير مركا وحد كقر نيسا إن خلاف كتشيره خلاف بكجره لكن سيدة صحيحة هي وواجب أدلة أي واجب كتهينا وحبان كإشاري دون هدي إلهي رهدو مركا عمرضو وزيارو معنى هيدو زيارو أما قصد لو قصدو زيارو بيتك إلهي اللي زيارتو وحنا لقو زيارنا يا بنية النسك نسك وأعماش حجك يا أعماش عمرضا أمبا نسك لي رهدا وأنا إسليهين وآد بي إسليهين وإسكو عمل إلا حجك عمل كساد وبضن أو كبضن عمل كعمرضة عمل كعمرضة وأفر شيء كليوم بكسو كوما إحرام عمرضة الحرمضة
oo miiqaadka laga xarmado qofkii ka iimaanaya miiqaadka ka shishay. qofka ka iimaanaya miiqaadka ka shishay ixraamka oo qofku uu soo xarmado miiqaadka uu ka soo xarmado iyo dawaaf markuu maka soo gaaro uu kacbada dawaafo iyo sacyiga bayna safa walmarwa iyo xiiritaan uu timaha xirto ama uu gaabiyo intaabay cumradu ku egta waa ixraam dawaaf sacyi iyo xalqi xajku intaba waa leeyahay laakiin waa ka badan yahay xajka waxaa jira wuquufu carafaad waxaa jira mabiitu musdalifa musdalifa in la baryo waxaa jira iyaduna mabiit kale oo ayaamu mina mina la baryo wuxuu leeyahay ramyuljamaraat intaasoo dhan buu leeyahay marka xajka camal badan cumrada iyo xajkuna waxbay wada wadaagsadaan cumrada camalkeedaa yar marka min nawci nusuki lxaji waaye marka cumrada xajkeeduna ee camalkeeduna waa sidaas ilaa xajka camal badan marka waxyaala ilaahay xajka iyo u wada wadaajiyey baa jira iyo cumrada sida noo iman doonta oo haddii aad cumro gashid amaad xaj gashid mid kasta waxaa waajib ah inaad dhammaystirtid oo taam yeeshid yacnii lagama bixi karo inaad dhammaystirta camalkeedii mooye yacni haddaad soo xidhatid xaj ama cumro aada soo xidhatid oo waxay kugu yimaadaan ama adiga aada istiraahdid ka noqo wax laga noqon kara maaha inaad dhammaystirtahay waa khasab lianna allaha tabaaraka wa tacaala yaquul wa atimu lxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumradaba dhammaystira maadaama masaladaas ay isaga mid yihiin oo naska qur-aanka la xidhiidhiyey fardiyadana waa isaga mid marka faradkana waa isaga mid oo dee walilaahi cala annaasi xiju lbeyt bardu cumrana rabbi waa ku waajibiyey subxaanahu wa tacaala waxayna isaga wada mid yihiin fardiyadu waa mara waaxida wixii intaa ka ziyada waa tadawuc cumraduna hal mar bay waajibkeedu ku gudmayaa xajkuna sidoo kale buu ku gudmayaa wixii intaa ka dambeeya xaj iyo cumradaad samaysid tadawuc iyo sunnuu gelaya ولأجل ذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيا وحولي هي قول يعني إمام الشافعي نوا شيخ قد قرن إيسان وإلهي سبحانه وتعالى فهم إيوه علم بإلهي أفري أيا وحولي هي آية مركو فيري وأتم الحج والعمرة لله هي آية كربة أيا وحولي هي آية ظاهر كذا سيدا كم موقتا waxaa aad iyo aad shabah ugu jira oy ugu eg tahay ahlu cilmigana inay yidhaahdaan ay ku habboon tahay aniguna aan weydiisanayo in ilaahay i waafajiyo inay cumradu waajib tahay xajka waajibnimadiisa waa meel buu yaallaa taa shaki kama jiro markii aayaddan la eego waxaa ayadana aad uga muuqata yacni inay cumraduna la wadaagsato xajka siday itmaamka ula wadaagsataba waajibnimadana inay ula wadaagsato sababtu ay tahay buu yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala xaj iyo cumro wuu xidhiidhiyey ma kala reebin wa atimu lxaja waalcumrata lilah sidaa uu xidhiidhiyana ma kala harayaan weligood xugunkoodu waa isku mid maadaama camalkooduna isku mid yahay xugunkooduna waa isku mid rasuulkii ilaahina sala allahu calayhi waalihi wasalama intuunaba xajin buu cumraystay oo cumruu ku bilaabay intuuna nebigu xajin ayuu cumraystay oo cumruu ku bilaabay taasina waxay ku tusinaysaa inay waajib tahay midda kale waxyaalay iska wadaagaan waxaa ka mid a xajka ixraam baa lagu galaa ixraam ayaa lagu galaa dawaafna waa leeyahay sacyina waa leeyahay xalqina waa leeyahay taqsiir timaha la gaabiyana waa leeyahay cumraduna waa sidoo kale cumraduna waa sidoo kale keliya waxay un kaga duwan tahay waxa weeye miiqaad bay leedahay k
كلية وحيون كجد وانتهي عملك حجك كبضا عملك عمرضا انت زي كجد وانتهي وإلا انت كلا واستغمد إلهي إن وفجيانا كرجينا يا رب توفيق من ويدي سنيا إمام الشافعي عساس ومرك كتغي عمرضه إني واجب تهي سيد حجك با وواجب يهي علماء دورنا لقبت حكم كيد وكاس وعكو حريرية وفضلها فضل بضم بيلا رهي فضلها دان مقالنه مقصود كاللوجي ذا هو محي وزيادة الأجر وكثرة الثواب أجر كي ثواب كآد أبضا عمرض أجر يا ثواب بضم بيلا ذهي وأحاديث يدو أي نوع من دونت مركو حكوهر مريي انتون أحاديث مرفوعة هيدا النبي قال لقا ورين ييئان لقارين أيو آثارتي صحابة أيو سوهر مريي وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة عبد الله بن عمر وصحابي أيو حليه ليس أحد أحد ما أهان يعني من المكلفين ذاتك مكلفين تكمدة إلا هدوجره وعليه دشي سوحا أهادي حجة حجبا أهاتي وواجبك وعمرة إي عمر أي دشي سأهاتي ولبا واجب مع الاستطاعة سيد حجك باستطاع الله وحره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا استطاع هذا ملك اللوجي ذا هو حوين واستطاع هذا مالقة حولها وي هديها انتديسو أي أسامح يسئنو حجيو هدو عافي ما تقبو إساقو نفتي يسئو حجك قدن كرانا ساقا دقاقا يتقيو حجك قدن أي هدو يهي قف آد أطبرير وان حجيك كرينو وايل أما مريض أهنا نائب لغا نقون أي قف با كان نائب نقون أي هنتيدي بو بحين أي قف كاس با كان نائب نقون أي إذن حجك استطاعاتي سوحي كوريغيسا حقا هنتيدا إيو مالكا أم بيكو وريغيسا وكذلك عمرتنا واسداس إيادنا واجب ويه لكن مع الاستطاعة سيدا درت أبو ابن عمر افتاضي ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة أي واجبتان مع الاستطاعة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة النبي عدين تكفهم بدننا مجرو عدين تكفهم بدننا مجرو وبشر وبني آدم مربرك قاركود ويدعي كرتا حديث النبي كما قال إنه هلمامه مربرك قاركود ويدعي كرتا اجتهاد كيس غير الصواب إنه يهي لكن يعني صحابة ضدك كلاوي كهريسا ويكهر ريان هاي لا يجو حي حاضرين قرآن كيس ودقتان كيس نبي جيبي كتر بيو بين قعنتيسا صلى الله عليه وسلم أي كتعلين قاتين نبي كسماع حديث يدين كسماع حديث بي حاضرين وحبضا بي ضدك كلك كهر ريان نبي قنوا أماني وحير صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني قرني كان ألوه أن جوجو ضدك جوجا بعدك أبو خير بلا خيرية ومركة وشامل ويشمل سي حتى فهم كدينك يكون لقن كيسا ينتبه ولا شك تانا شكك مجره نعم ربنا وكره لنقضي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نعم إذن مؤمنين تلقهد لي مركة سواي أوجوكتي وصحابتي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مرك عبد الله بن عمر سدابو يري كلي معها ابن عباس باكر راعي وقال ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها عمرض لقرينتها أي لقرينة فريضة الحج حجك فريضة سبي لحررت في كتاب الله إلهي كتاب كيسة أيانا لحرريي يعني عمرضي حجكي عمرضا للرأسي عمرضا حجكي بل الرأسي وأتم الحج والعمرة لله آية داس وأخرية مرك وأتم الحج والعمرة لله ما دام إتمامك لا اسكم مثل لقدي جاي أول حريري فريضة دين سيدو كلا أي أول حريران مرك سيد حجك فرض وياهي
أي عمرضنا فرض أطهي وماشا نك ليراد إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسقنا كقاتي رأيك إمام الشافعي إيو رأيك أن لبضى صحابي وإسكمت لبضى مركة أثر بوكو كافتومي دبديد وحسو آذي مركة أحاديثي النبي قال لقوري صلى الله عليه وآله وسلم أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث كان وحال ورنيا أبو صالح السمان أبو صالح وكيديسون مشهور كيهي دائما لكن مقعس وحال يرهذا ذكوان أبو صالح اسمه ذكوان لكن أبو صالح السمان أيوه مشهور كيهي وكان مولى أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنه يعني جويرية وزوجة النبي أهيد أم المؤمنين أي موله سأها يدا حريصي وحونها من كبار علماء المدينة مدينة علماء ذا كود أقوى وين من التابعين أي كمدها تابعي بوها لقب كسنا السمان وي السمان لماذا لقب بالسمان؟ لأنه كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة وحكاك نعسان شري سليد إيا صبقة مركا وحكين جري كوفة في مدينة إحدود بك تجاري سنجري مركا سيدة أسبب مركا مشهور كوها كن يدي سبب مشهور كوها مقعي سئن لغو مقعابة ويريد مركا قاركود أسانيد قاركود وإيمانا يا سيغو مقعي سلغو الشيغي لكن سيدو مشهور كويه آدو بضن وأبو صالح إيا اللقب كي سأوه السمان صحابة بضن بكوريا وحو آد وحو قورينا وحا كمدا أبو هريرة وهدب أكورينا حديث كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما العمرة يعني أي أداء العمرة عمرة قد الشديد لقوته إلى العمرة إلى عمرة كلا لقى قارض عمرة لباد قدته كفارة تي أسترطاء كفارة قد أهوي أو لقد بدافه لما بينهما لبدو ذا لبد عمر الإحدو ذا وحي أهذا يذنب إيا إثمئها عمر قدتي هدنا عمر لباد باد قدتي لبد عمر الإحدو ذا برضو بشر يبني آدم بلا يها يذنب بضم بلنغا صعدة ذنوبتي مرك أود حيسي عمر ذا ذنب لغبا بإنيا عبادات كلنا نساسة عبادات كلنا أيانا ساسة صلاة هو سداس صلاة هذه حدودة جمعة إلى جمعة كلا لقى جارو رمضان إلى رمضان كلا لقى جارو عمرة إلى عمرة كلا لقى جارو حج إلى حج كلا لقى جارو قف كإله ضاع ذا وفجيو وضاع ذا إلهي كأسطره ذنوبته بني آدم كوا ذنب بدن يهي ذنب جنا ووسق وسق ذا إيه ذنوبته سنقف كوحي كم من عنيسا جندي إلهي يرضيه إلهي نؤهل النقضة أضامها مرك إلهي سبحانه وتعالى وجندا لدون يجندا وأبوري ودم ببنيهين لكن إلهي وكما يرايا وكأسطوا وأسطرا وحيارها لقوم يرى توبة كم بده إلهي وفجي أضامها مؤمنين تا وحا كم بده ضاع هذا أن وعد يدو إذل هذه صلاة هاي هذه صيام هاي هذه عمرة هاي هذه حج هاي هذه ذكر إلهي هاي هذه صدقة هاي هذه تهاي بر قدتك الله بارني مسمى يا الله إحسان فرا وحاسو إذل كل جود وأسباب إلهي سبحانه وتعالى وأضامها وجود ذنب لا فوق كل ظهرة سأي جنادا إن يقلنا يا أهل النقضان نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ووالدينا وأولادنا وأهلينا وأحبابنا إنه ولي ذلك والقادر عليه مركا النبي سيدا بكير العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وحكى فضي بدن مياجرة هدي إلهي ذنبي قلنا كنا فيه يعني ذا أجر كذو وينه إذن يفضل قيده والحج المبرور حج كمبرور كا ولقو بارني مفعلي إثمي إيا ذنبي قنا لقف قادي إنت لقو تشري إيه مقبول كاه إلهي أقبلينا ليس له
وما أهانن أدونك حجك قتي الجزاء جزاء جزاء كلا مرها إلا الجنة جنة موية تدبلن تدكو عماشة وي وضقلان وانا عمالنا وان سمينا لكن قبول كيدو إلى الله إلهي بوجري حقي إذا ما قرنين من لك أقبلي مثلنا لك ما أقبلين قبول كنا وحكو حرين يهي لبا أرموت أولا إخلاص يا ألا أجيد نمو ألك ليين العمل كأولا جيدت قضب كاللبادو إنو مشروع يهي نبيقين الله قضيده صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الأكمل نلو لي مادو وجيق أغو كامل نمضى بدن عبادته قاب كلو لأي من لها كان أغو كامل نمضى بدن انت أد عبادته كل حجرتنا أد كفقاتين إثم إن أد قشل إيا رفث ولي بصونك إيو حجك ووقت يجد ودير يهي صون ما أنت ولم بل لا صومن يهي أنت صومن تهي إسك إلالي إثمي هي رفث هي وحن هبونين حجكنا وصيدا كلا حج كسب لي رضا الحج المبرور ولقو باره نمس ميجي بر هي خير هي بتكون حودي أو كلا إخلاص كي واجرة نبي جي بعد وقضى يتهي صلى الله عليه وسلم سيد النبي وبويري خذوا عني مناسككم مناسكتين إجا قاتا يعني كود ضيدا نبي صلى الله عليه وسلم كما لدي ينكر تتدادا علمي صبرا شيء كستأو عباده إلهي لقو عبدو علمي بأباها يهي عبادته عيدان أقوم كما أنصح ذه إذن طلب العلم مركائي علمي إن لبرته وواجب تهل أقاده والحج المبرور حجك مبرورك ليس له جزاء أمال ماله أمال مرن ملها إلا الجنة جنة مويه ده شا عملك جزيه سي أمالك سوء جنة نقضي وعمل آد وفضي بضن وعمل آد وفضي بضن نعم مرك حديث كان وحكاها الليا عمرذي إي حجكي فضلي قودي باب من اعتمر قبل الحج باب كان هو مسألة لبعد مسألة لبادي ما دام أنو نري حجك يا عمرتي بوا واجب ما حج كان هرمرينينا يا حج كان لهرمريه واجب اه مس متكي للربابه والله بيقولوا بالله كره والله هرمرين كره عمرضه والله هرمرين كره قبل الحج هذون ولي حجين ما عمره يسن كرتا ورك وصاص هذون ولي حجين ما عمره يسن كرتا ها ولا عمره يسن كره عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد قال أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج عبد الله هو ابن المبارك عبد الله بن المبارك تابعي من فضلاء التابعين قال أخبرنا ابن جريج ابن جريج هو عبد الملك ابن جريج المكي سونا وتابعك له ولا بالتابعي أو كلورينيسا أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام المخزومي سأل ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر بويديي وعبد الله بن عمر عن العمرة عمر بوحك ويديي قبل الحج حجك كهر لعمري سنية سؤال بويديو أنون حج مع عمري سنكرا سؤال شو ساس بك سعوته يعني سأل ابن عمر عبد الله بن عمر بويديي عن العمرة عمرذي بوحك ويديي قبل الحج حجك كهر لعمر يستو فقال وحيري ابن عمر لا بأس دبما لها يعني جائز وابنانتهي وحدبا مرها أذن ولي حجين والعمر يسنكرتها حديث كان إمام أحمد مسند كيسو كسو ساري لكن إمام أحمد زيادة يربو قدري لا بأس كلية ما أهين وحيري لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج لفظي قاس زيادة ذا أي إمام أحمد بن حنبل وحديث كنفتي سوي أيوك زيادي لا بأس لما لها على أحد
أحدنا دبك معها أن يعتمر إنه عمريسته قبل الحج حج كهر ولبا نكلي رهضو رواية إمام أحمد بن حنبل ومسند كيسا كوريي وعليرا انتا وكبضنا حديثك أدبو وعليرا ونكلي رهضو عكرمة أيا وحليه قدمت المدينة في نفر من أهل مكة لأنه نكان لي رهضو عكرمة من خالد ومكي ومكي مكي كي مدين مدينة نميد بويري أنقو جماعة مركز ما محن لكولا ني بويري عبد الله بن عمر فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إنا لم نحج قط جماعة ضيضا هدى مكيين تهم مكة كيمي ولما إنا نحجين ولي ما إنا نحجين هذا نوحنا ربنا مركان مكة كون قرينا إنا عمري سنة ومدينة أنك عمري سنة مركا أفنعتمر من المدينة مدينة مكة عمري سنكرنا من أنا نحجين أقو مكة كي مدين مدينة يمدين إن اللابتان بيدون يان وهاي شعلة ذن مركا إلا بنا يان إن عمرك اللابتان عبد الله بن عمر بيويدي يان مركا إلا شكي بقى وجرة قفكو أسقون حجين إنه عمره يسنكره أفنعتمر من المدينة مركابه النبي قيري مركاس قيري نكلي عبد الله بن عمر نعم وما يمنعكم ها بويري محايدن كمن عنا يؤدين ديدية محايدن كمن عنا يارنتا ما يمنعكم من ذلك مركاس كدري فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها من المدينة قبل حجه النبي قال نبا إنو عمره يستي عمره ينبضن هل عمره وحكا بضن وأركي دوناي هل عمره وحكا بضن بو النبي قال عمره يستي كل قودنا مدينة وكا عمره يستي انتو نحجين بين أهيد محادي كاين كمان عناية إذن مركا قول كاسنين كالي رياض عبد الله بن عمر إيا حديث كيسان إيا فوائد أسكاليتو وإمام أحمد مسلت كيسا وكشيغي وحديث كلاس عتيبة وحين تسنيان قفك إنو عمري سنكره قبل أن يحج مركا ابن عمر مركو ويدي قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج نبي قاب عمري سي انت أون حجين وحين نبي سمينا صلى الله عليه وسلم أمدنا ويسمين كران إلا وحيالك قوني هو ير ونبي قاب قوني موياني مسألة ذلك كمان بدها وحن نبيك كوني صلى الله عليه وسلم أصل كوعويا وحن نبيك كسقنا ذي إن أمضوا نبيك كضيته صلى الله عليه وآله وسلم إلا مسائل يرير والنبيك كوني موية باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كاننا وحويا وباب امسى عمرو النبي عمره يستي قبل الحج أماس قود هامبا قود هامبا عمروين كأو النبي عمره يستي وانته باب وباب يذكر فيه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العمر امساب النبي عمره يستي وعمروين كأه مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن زبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شهده وما اعتمر في رجب قط مجاهد وهو ابن جبر تابعي عالم كأها مفسر كأها مجاهد ابن جبر قال وحيري دخلت وانصوق علي أنا أنيق إيا وعروة ابن الزبير عروة ابن الزبير بن العوام ولا بتابعي ولا بدو دبل عالميهين
ayaan soo galnay buu yiri labadayadoo wada socona almasjida yacni masjida annabiyi sala allahu calayhi wasalama fi lmadiina masaajidkii nabiga madiine ku yaallay ayaan soo galnay buu yiri faidaa cabdullaahi bnu cumara radi allahu canhuma jaalisun ilaa xujrati caaisha isla markaan soo galnayba waxaan un la kulannay faidaa cabdullah cabdullaahi bnu cumar oo fadhiya jaalisun ilaa xujrati caaisha xujrada caaisha oo hadda waa xujrada nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalama qabrigiisii hadda ah iyo abuubakar iyo cumarba qolkii ay deganeed caaisha oo masjidka ku deganaa oo markaa hadda masjidkii laga xidhay ayuu darbigiisa buu dhabarka ku hayay darbigiisuu dhabarka ku hayay mustanidun ila aljidaar yacni ila xujratihaa xujratu caaisha jidaarkeedii buu dhabarka ku hayay waana fadhiyey wa idaa naasun yusalluuna fi lmasjid waay dad kalena masaajidkii ku dhex jiroona way tukanayeen salaata duxaa salaatu duxa bay tukanayeen yacni bardu waqtigay soo galeen ay yimaadeen waqtu duxaa buu ahaa dad baa tukanayay cabdullaahi bnu cumarna waa fadhiyey marka laba su'aaladood bay weydiiyeen su'aashii koowaad qaala wuxuu yidhi fasa'alnaahu waxaan weydiinay can salaatihim salaadoodan ay tukanayaan oo salaatu duxaa ah ayaan wax ka weydiinay hal hiya mashruuca am gayr mashruuca ma mashruuc baa mise mashruuc ma aha yacni khilaafaana ka jiray waqtigaas mashruuc miya mise mashruuc maaha salaaday tukanayaan oo salaatu duxaa ah faqaala wuxuu yidhi buu yidhi bidca waa bidca weeye mashruuc maaha maaragta wasaxiixu annaha mashruuca sida saxiixa ahina waa mashruuc laakiin cabdullaahi bnu cumar ma uunan arag nabigoo tukanaya sala allahu calayhi waalihi wasalama axaadiista ku soo aroortayna weli ma soo gaadhin isagu ma warin maarata abu hurayra iyo abu dhar iyo ummihaani iyo unbaa wariyey lam yarwi huwa marka nabigoo tukanayana ma arag cid sheegaysana ma maqal sidaa darteedaba marka ijtihaaduhu wuxuu ku yidhi bidca waa bidcee laysa mashruuca bidcada waxaa la yidhaahdaa waxa aan mashruuca ahayn uma qaala lahu ninka la yidhaahdo waxaa odhanayaa uma qaala lahu kam ictamara yacni wuxuu u jeedaa ninka la yidhaahdo mujaahid mujaahid baa marka wuxuu yidhi oo cabdullaahi bnu cumar u yidhi kam ictamara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waa su-aashii labaad imisaa cumro buu nabigu cumraystay yacni sidiisaba nabigu intuu noolaa oo nabiga ahaa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar arbacan afar cumro ayuu cumraystay ixdaahunna midoodina fii rajab ay fii shahri rajab bay ahayd nacam yacni wuxuu cumraystay afar cumro midoodna rajab bay ahayd bisha rajab nacam idan marka yacni iftaha cabdullaahi bnu cumar laba meelood baa khada' kaga jira midi waxa weeyaan waa meesha uu yiri salaatu duxaa waa bidca iyo cumrooyinka nabiga mid ka mida inuu yiri waqacad fii rajab rajab bay dhacday labada meelood waa arki doonaa insha allahu tacaala qaala fakarihna an narudda calayhi qaala mujaahidun mujaahid baa wuxuu yidhi karihna waxaanu nacnay an narudda calayhi inaan ku celinno uun raddi ku samayno cabdullaahi bnu cumar istaxyow minhu way ka xishoodeen ixtiraaman minhu ixtiraamay ixtiraamayaan ayagu way og yihiin labada masalaba inay sax tahay inay mid uu yidhi waa bidcana bidca maahane waa mashruuca middan uu yidhi rajab ayuu cumraystana laysa kadalik cumrooyinka nabigoo dhan kulligood waxay ahayd
bisha dilqacda sida noo iman doonta. Marka wuxuu leeyahay fakarihina waxaanu nacnay, laakiin inuu nabigu afar cumro cumraystay hada saxiix kawa saxiix. Qaala fakarihina an narudda calayhi, waxaan nacnay buu yidhi inaan ku jawaab celinno oo nidhaahno maya saas ma ahane waa sidaasaa saxa inaan nidhaahnaan ka cishoonay buu yidhi. Qaala wuxuu yidhi annagoo ag fadhina ina aamusan yihiin jawaabtiina wax uga jiraan ayaan wuxuu yidhi wasamicnaa waxaan maqalnay istinaana caaishata ummi lmu'miniina fi lxujra, caaisho cadaysigeedii ayaanu shanqadhiisa maqalnay oy xujrada ku jirto, xujratu nabiyi bay ku jirtaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. Nacam, way cadaysanaysa. Faqaala curwa, curwa marka hadlay, marka hadda ma uu hadlin ninka la yidhahda mujaahid. Curwa hadlo wuxuu yidhi yaa ummaa, hooyadeeyay, ma hooyadiisba, wa khaalatuhu, habaryartii weeye, walkhaalatu bimanzilati lummi, siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wa alihi wasalama, laa maanica in hooya la yidhaahdo, wa kaman hiya umu lmu'miniin, isaguna mu'miniintiibuu ka mid yahay. Marka wuxuu yidhi yaa ummaa, hooyoy, yaa uma lmu'miniin, mu'miniinta hooyadooday, alaa tasmaciina, miyaadan maqlaynin, maa yaquulu abuu cabdiraxmaan, abuu cabdiraxmaan wuxuu odhanayo, miyaadan maqlayn buu ku yidhi. Marka abuu cabdiraxmaan waxaa loo jeedaa cabdullaahi ibnu cumar. Qaalad waxay tiri maa yaquul, muxuu odhanayaa? qaala wuxuu yidhi curwa yaquulu, wuxuu odhanayaa ina rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama ictamara arbaca cumaraatin ixdaahunna fi rajab, nabigu wuxuu cumraystay afar cumro, ixdaahunna min rajab, middoodna waa bisha rajab bay ahayd, saas buu leeyahay. markaanay jawaabtay qaalad waxay tiri yarxamu allahu abaa cabdiraxmaan, abaa cabdiraxmaan allaha u naxariisto, mactamara cumratan ila wahuwa shaahiduhu, ay mactamara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay ma cumraysan cumratan cumro ilaa hadduu cumraystay, wahuwa cabdullaahi bnu cabdullaahi bnu cumar shaahiduhu, ay xaadiruhu, xaadir buu ahaa. yacni nabiga ma uu faaruqin, cumrooyinka nabigoo idil wuu xaadiray. wamaca dalika wama actamara fi rajabin qatu, nabiguna rajab weligii ma cumraysan bay tiri. yacni waa ogahay bay tiri wuu xaadiray, laakinahu nasiya, wuu hilmaamay, wuu hilmaamay. intaa markay tiri cabdullaahi ibnu cumar ma jawaabin, kelimad ma oran, sakat, sakata. ولأجل ذلك إمام النووي وحليه سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسيا أما أمورتي بإسقاء كاتي بليه بإسقاء درسمي أما وهي المامي. نعم عائشة مركوي صحضي، لكن ما يكون صحضي سي أدب وكجره أدب ولبا أد أسرية ويود عيسي يرحم الله أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن الله نحرسته، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، ونوغا هي نبي عمره ما عمر يسن إلا عبد الله بن عمر حاضر بوها وجوغي. مركتا أنت مركي تري أي مركا سيدي صوابك ها شيخته وهاي تري وما اعتمر في رجب قط. مركا عبد الله بن عمر نسي أو اشتبه عليه الأمر سيدي أسبيكو تري. سيدي إذا أرتا عمره waqti ma leh, waqti ma leh xajka, waqti leh laakiin cumradu waqti gooniya ma leh. sanadko idil waa waqtun lilcumra, bilaha xajka iyo kheyrkoodba. xajka bila leh, alxaju ashhurun macluumaat, bila khaasa buu leeyahay, laakiin cumradu waa furanta iyadu. nabigu marka wuxuu u doortay cumrooyinkiisoo idil inay bisha dilxij dilqicda noqoto. bisha dilqicda waa min ashhuri alxaj, waa min ashhuri alxaj. jaahiligii ayay carabtu waxay u yaqaaneen cumrada bilaha xajka la cumraystaahi inay daaco tahay iyo qurbo tahay iska daaye, min afjari alfujuur, fujuurka iyo ithmiga iyo dembiga la sameeyo midka ugu daran bay u arki jireen.
caadadaas jaahiligu nabigu burinayay sallallahu calayhi wa aalihi wasalama, wuxuu ugu doortay bilahaas xajka in la cumraysto. Wa ilaa waqtigeedu waa furan yahay, waa open, aad buu waa yani waxa weeyaan sanadkoo dhan. Markaan ku laabanno masaladii cabdullaahi ibni cumar uu ku tilmaamay salaatu duxaa bidca, axaadiis badan baana soo martay oo kitaabkan ugu soo maray. Waxaa ka mid ahaa xadiidkii ummi haani bint abi taalib radiallahu tacaala canhu oo marar badanna soo maray, dhowr mar kitaabulxajiyo hadda noo dambeeyana nagu soo maray, inay nabiga u timi maalintii maka la furtay nabigoo maydhanaya oo ay salaantay iyadoo dacwo ka ah cabdullaahi ninka la yidhahdo caliy ibn abi taalib radiallahu tacaala canhu. Marka waxay tiri nabigu sala allahu calayhi wasalama markuu dahaaro qaato maydhtay ayuu go weyn intaa huwaday oo garbaha ka dejiyey ayuu wuxuu tukaday 8 rakacaad 8 rakacadood. Markaasay waxay ku tiri wadaalika duxan, waxayna ahayd duxa, ay salaad adduxa. waxaa ka mid ahaa xadiis, laba xadiis oo abu hurayra, xadiis oo abu hurayra warinayo radiallahu tacaala canhu uu leeyahay awsaanii khaliilii bithalaasin, khaliilkaygii waa nabi maxamed sala allahu calayhi waali wasalama wuxuu ii dardaarmay saddexdu maxay ahaayeen? siyaamu 3 ayaamin min kulli shahrin wa ragcatay adduxaa wa an uutira qabla an anaam qabla an arqud. Saddex buu nabigu ii dardaarmay buu yidhi, bil kasta inaan 3 beri ka soomo iyo 2 ragcadood oo duxada ah iyo inaan watriga tukado inta aanan seexan. Ninka la yidhaahdo Abu Dharna sidaasoo kale laga wariyey radiallahu tacaala canhumaa. waxaa kaleetoo nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalama, bini aadamka xibin kastoo xibnihiisa ka mid ah 360 baa lagu sheegaa inay yihiin xibnaha iyo mafaasisha qofka bini aadamka, maalin kasta oo waabariyo sadaqa ku waajibtay rabbigu u xafiday oo u ilaaliyey. Sadaqadu, sadaqada aanu naqaano xoolaha oo la bixiyo keliya kuma koobna, waa sadaqo, taasi waa ka mid, dikriga ilaahayna waa ka mid, tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii waa ka mid, cadliga iyo garnaqidda aad laba qof u garnaqdood u cadlinima samaysa waa ka mid. Qof culus oo waxa weeyaan maaragtay muxuu ahaa gaadiidkiisii fuulaya oo fuuli waayey inaad ugu kaalmaysid waa ka mid, mataacdiisi iyo alaabtiisi iyo dhulka taalla inaad siisid waa ka mid, wahaakadaa. Waa yeel socda inaad gacanta qabatid ood maaragtay muxuu ahaa markuu ka degayo jaranjarada masaajidka oo kale aad saacidid, waa badan tahay, khayrka iyo birrigu waa furan yahay, kulligoodna waa wada sadaqo aad gudanaysid xaqii ku waajibay xibnahaaga. markaabuu nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay intaasoo dhan waxaa kaa kaafiya 2 ragcadood ood barqadii tukatid. marka axaadiis aad u badan ayaa soo aroortay oo isugu jirta ficilkii nabiga sala allahu alayhi wasalama iyo ku boorin oo ummadda ku booriyey iyo weliba dardaaran. marka lama oran karo waa bidca, inamaa hiya mashruuca, laakiin cabdullaahi ibni cumar muuna ka nabigana kama maqal kamana arkin, axaadiistaasoo dhanna ma ay soo gaarin, ma ay soo gaarin. sidaan baa loogu jawaabi. idan marka nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu cumraystay 4 cumro, hal mida mooye, saddexda kalena xajka way ka horreeyeen. waa kuwana marka axaadiistii curwata ibnu zubayr qaala sa'altu caaishata radia allahu tacaala canha qaalat mactamara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fii rajab. isla xadiidka haddana noo soo hormaray weeye, curwata ibnu zubayr baa wuxuu loo sanad kale ku yimi, sa'altu caaishata, caaisha aan weydiiyey radia allahu tacaala canha cumrada ah inuu rajab cumraystay. rajab waa bisha bishan hadda waxaan ku jirnaa jumaadul uulaa, waxaa ku xigta jumaadul aakhira, taas bay kasii dambaysaa. rajab jumaadul uulaa waa bisha
شناد جماد الآخرنا وبش الليحاد رجبنا وبش تضباد نعم شعبان وبش سديداد رمضان وبش سقالاد إذا وحوين إلهي نبت قليا نرول بهن لغو قرسية هذا محان نقاحيك رمضان بشنا كجرنا إسكدا صدح بلوضو كلا نقاحكت مركب بش الله بعضا سواسع توي رجب وحين كمتهاي بلها حرمضة له أشهر الحرم بيكمتها أشهر الحرم وأفر رجب يذي القعدة يذي الحجة ذي القعدة يذي الحج يذي الحجة يا محرم مركا ذي القعدة يذي الحجة يا محرم ويحريران رجبنا وكليجيت بين جمادى وبين شعبان جماد الآخرة هي شعبان بيود حيسة مركا وحكا ويديي عمر الله النبي قال الشيقي إنه رجب عمره استي مركاسي وحي وجوابتي ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب نبي قال رجب ما بعم ريسن ما بعم ريسن إذن بله عم ريسن بله هيا هايين وحديث الضمب قتادة سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين قلت كم حج قال واحدة قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري قتادة وتابعي من علماء التابعين بؤاء أو كمدها ولب كان قدوة قدوة لقضي دي بؤها حق التفسير كأي حديث كاللبضبا كان مفسرا محدثا مفسر نواها محدث نواها مرك قتادة وحليه سألت وان ويديي أنسا أنس بن ويديي وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحان ويديي بيري كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي قو إمي سابو عمري استي عمروين كيسو تردو دو انتابا يهيد قال وحو يري أنس أربع أي اعتمر أربع عمر أربع هي أربع أفر بي أهايين أفر عمر أبو عمري استي عبد الله بن عمر نسيدو كلو الشيغي مركا لكن أنا سوتري عمرة الحديبية عام الحديبية وعام كي سندي مشركين تو أي نبي كهر جوكسدين حجك أولي بأي كهر جوكسدين موضع لغو مقعابه الحديبية سادرت يدبا مركا سندنا وحلغو مقعابه عام الحديبية عمرنا وحلغو مقعابه عمرة الحديبية عمرة الحديبية في ذي القعدة بيش ذي القعدة بي أهايد ومن أشهر الحرمة حيث ملأ صده المشركون ومشركين تأي كعليين مشركين تبأوا ديدوا عليي وديدين وحين أهيد سندي لحاد هجردة نبي مركا ماشي أي كعليين كهر جوكسدين صلحنا نبي وكو قلي إلا مركا كهر دقال بكده حيي صلح إيه هشيس نبي كو قلين نبي صلى الله عليه وسلم وقضى بدي سأي كم ده هيد طبعاً سنو دقالك إن لتشوشيه لا يسنان لديه قاله والله إسو سعوده با كم ده ها وحا كم ده ها إنو النبي سنادان كلابته ونو عمره ده قيلين سببتو أي تهي وحي كبقيان عابي عار عربها كلا إنا يكون شيكيستان محمد با رغم أنفهم غصبا عنهم سخصبة وقيمد مارتي محمد مكاو عمره استي استغوا النبض قبا مركا ودد لغا الرئيس وما دد لغا أتكاد يوموغدين سيداسي مركا وحيرا دان نغا نغو مركا سندان سندا دنبي عمره او إمو هشيس كونو من إنان لغو تابان لغان علينين هشيس كتاسبا كم بدها نبي قو مركا ميشي وجوغي أيو هديقي سينكو قورعي حلالو بينا قدالنا اللابتي صلى الله عليه وسلم ومدينة كلابتي
مركا عمردي مجودا لكن وعمره أسوأ قصدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمره استو مركا عمره أهم بالله ترينايا تاسي وكو وعمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل إيا عمردي سندي كدن بيسو النبي صلى عمره استي ومدي لغوه الشيي إنه النبي صلى عمره استو وحالقو مقعابا مركا عمرة القضاء وعمره هوري والنبي كبا قطي بدل كيديوي ساسا اللوغو مقعب عمرة القضاء إنك سعول مدو قاركو دي ليهين ساس اللوغو مقعابين قاب كلا اللوغو مقعابي نعم لكن الظاهر وحوين إني عمرة سندي هوري كعليين إنو النبي صلى الله عليه وسلم اللي مادو أيضنا وحي هيد في ذي القعدة ذي القعدة بي أهيد بشي ذي القعدة أيضنا أهيد حيث صالحهم مركو لصو الحتمي وهشيس كاللحرتي سندا مركو يؤسو رق الشي عمر داسي وعمرة الجعرانة هي موضع ليلة جعرانة عمراء النبي قصو عمر يستي سندي سديداد ومكالة فرتي جعرانة دو مكة أم بي وحيقو آدن تهدين عاس بري ومكة يضائف بي ودحيسة تقريبا أدقو وحكو دو لباتن كيلو متر أما وحير كبضن أما وحير كير أي أجرته موقع عاس بو النبي أيو كسو عمره يستي وحينا هيد مركو النبي مكة قبتي وحكو دو لي قول لي رادو هوازن ودقنايد ميل لي رهدو وادي حنين وأود حية ضائف يعود حية هي مكود حية دولان كان مركو النبي كسر رجمدي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قعد كادي ولا شبيي حوله دي ولا غنيمستي مركو النبي كسر لابتي حوله هي غنيمدين وقيبيي مسلمين تي مركا كبعد ومكود جي مدينة النبي أجيده أيو أنتون المدينة سوغارين ماشا إلا ماشى الطريق كبح باتشرة وطريق مدينة أغطعة موضعي أن مرر بضان صوام مرنا يصرف لديه جري ماشى عائشة حيث كأغيمي أغطعة طريق مدينة أغطعة طريق أصبح مركة أصبح مركة الدقي أيو صو عمره سي وكسو نقضي ماشى بكسو نقضي مدينة أجهز مركة صلوات الله وسلامه عليه مركة وحالي هذا عمرة الجعرانة إذ قسم الغنيمة حنين إذ قسم مركو قيبيي غنيمة حنين مركو قيبيي لفظي كان مركو أراه راوي الروادي حديث كورينا يكمده أيا كشكيي غنيمة داني ما غنيمة حنين مسوى غنيمة كلا مركابو وحيري أراه أي أظن وحن أم لين يا وحن لقيبيين يتهي غنيمة حنين وهي كذلك وانا سيداس مركا انا ساسو يقول جوابه ويري صدح عمره مركا يبو الشيغي عمرة الحديبية ايو عمرة المحوها من عمرة من العام المقبل يعني عمرة القضاء هي عمرة الجعرانة اواتي افراد عمرته مع حجته واي مركا عمر ذي النبي صلى الله عليه وسلم وحج كيس سند سو حجي حجة عام حجة الوداع وعمر يستي يعني حجي عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا نائما دونا قلت حاني ربو يرمركو عمرويك إيشيغي كم حجة نبي ميق حج بو حجيي قال وحو يربي واحدة أي حجة واحدة هل حج وهي حجة الوداع نعم مركة لبو سعلي الروايات كلا واسل حديث كي ولفظك عمر ذا مع حجته وقدري قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال وحيربو يري وحان ويديو يري نبي صلى الله عليه وسلم عمروي كيسة فقال وحيربو يري اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي وعمر يستي حيث ردوه سندي أي عليين وعمرة الحديبية وي حيث ردوه مركي النبي كعليين ومن القابل سندي كحكتي وسوس عتينا وعمر يستي وعمرة القضاء مركز يري عمرة الحديبية
عيان عمرة ذي حديبية وعمرة في ذي القعدة هي عمرة ذي القعدة يدنا ومارت محوها وذي القعدة وصاء وعمرة استي وعمرة مع حجته هي عمرة حج كيسة كل ما سنيد قران أهيت. إذن سندي عليين وحذيبي كعك عليين برضو ذي القعدة يهيد من سندا صوص عطه عمردي أو عمريستينا برضو ذي القعدة يهيد جعرانا نواسيدو كلي أيضنا ذي القعدة يهيد وعمرة مع حجته إيوه عمردي أو حجكي سلس عطيو كل ما سنيد أو أهيد الحج ذي الحجة وقال وحو يري مركلة اعتمر وحو عمره سينبغ أربع عمر أفر عمره كلها في ذي القعدة أي ذي القعدة في ذي القعدة بي أهيد أفرت عمره بذي القعدة بي أهيد إلا التي اعتمر مع حجته مويه مدي حجكي سكل من سنيد مويه انتكل وحي أهيد ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته مركز وتفصيلي مرك عمرته من الحديبية عمرتي حديبية مشركيته يكهر استاجين ومن العام المقبل هي سندي دمبي عمرته سو عمره سو عمرة القضاء هيد ومن الجعرانة هي مدي جعرانة وكسو عمره استي أو هيد سندي سديداد بعد فتح مكة صدح ذاسي كل قدوة ذي القعدة حيث قسم الغنائم غنائم حنين غنائم حنين مركو قيبيي كبعدي أي عمرضان جعران سو عمريستي وعمرة مع حجته هي عمرضي حج كيسة ومارتي وعمريستي إذن أحاديث سوحا كم موقتة نبي صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع إنو قارن أها عام حجة الوداع إنو قارن أها أيا كم موقته نعم شافعي ذو رحمهم الله حجك سدح ذو وجيه الله ما ركتي لو حجيه علماء ذو إسكو خلافين أيهما أفضل تمتع مياه فضي بلن قران كمياه فضي بلن إفراد كمياه فضي بلن شافعية ذو وحي قبان إفراد كفضي بلن وحين أود لي الشدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وحو حجيي إساقو مفرد إفراد بكو حجي والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا سقو قارن أمبو حجي أحاديث بلن وأرنتا تلمام يسوي نقصة مرتين كتاب الحجي تنين وكمت سواء المحال يري وعمرة مع حجته نبي قمركو حجيي مؤنا عمري سن عمرة للشيق ياهي وقارن نبي قرن بين الحج والعمرة هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أما من حيث الأفضلية قفك هدي قوضه وحا أفضي بضن قران سيدا النبي قبؤي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قفك أن هدي ودين وحا أفضي بضن تمتع إلا تمتع هدي بوليه قفك أن هدي أودين با قفك هدي سوك حيي سوى قران كي هدي أوده ولكن أن سوك حين إما كاكا قضان كرا إساقنا وحاوفة بضان تمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يقول لن وحو أمري إني عمره فسخدان سيدان سوى مرنين نونا إيمان دونت